نعود إلى قرار المحكمة الاتحادية الأخير، وعاد معنا من إسطنبول الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. أهلا بك مرة أخرى أستاذ مصطفى، كنت قد سألتك عن قرار المحكمة الاتحادية الأخير، كيف تقرؤونه؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أنا أفهم القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا اليوم في العراق باعتباره يفتح بابا جديدا للصراع بين الأطراف السياسية المتصارعة أصلا على النفوذ وعلى المصالح الغير مشروعة في العراق. هذا القرار أهميته أنه سيعزز هذا الصراع وسيفتح أبوابا جديدة للخلاف بين فرقاء العملية السياسية، وبالتأكيد سيضع العراق في إطار الفراغ الدستوري، في إطار الدستور المعمول به في العراق منذ احتلاله عام 2003. طيب، قرار المحكمة أقر العدوى الفرز اليدوي، ومن جانب آخر رد إلغاء نتائج النازحين ونتائج اقتراع الخارج. يعني هذه الانتخابات في الخارج وبالنسبة للنازحين ثبت أنها فيها عمليات تزوير، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه هو لا يريد أن يفرق بين أو يحدث خللا قانونيا في أن يرفض عدد من الطعون ويقبل طعون أخرى، أو يرفض عدد من الاعتراضات على نتائج الانتخابات ويقبل اعتراضات أخرى، وإنما هو الأهم أنه قبل بإعادة العدوى الفرز اليدوي لكل العملية الانتخابية لكل أصوات المقترعين. وتذكرون أن في حال ورود نسبة كبيرة من المخالفات بين يعني بحسب قرار مجلس النواب العراقي، أنها في حال ورود عدد كبير من المخالفات بين الفرز الإلكتروني والفرز اليدوي فهناك مطالبات بإعادة الانتخابات برمته. طيب، يعني مع إقرار العد اليدوي هل تتوقعون أن تختلف النتائج بشكل كبير عما أعلنته المفوضية؟ وهل تتوقعون أيضا أن تعاد العملية الانتخابية أم لا؟ لو جرت هذه العملية بدقة وبمصداقية فستحصل اختلافات كبيرة في هذه النتائج العدوى الفرز اليدوي، أعني قياسا إلى نتائج العدوى الفرز الإلكتروني، لأننا جميعا نعرف الخروقات التي حصلت في الجانب يعني في قضية العدوى الفرز الإلكتروني، ونعرف كيف تم تهكير أو تزوير النتائج في هذا المجال. طيب، بحسب رأيكم من تتوقعونه الأكثر تضررا من هذه العملية، عملية إعادة العدوى الفرز اليدوي؟ لا شك أن الذين حصلوا على أعلى نسب من الأصوات في الفرز الإلكتروني سيكونون هم المتضررين الأكبر. ويعني ما رشح لحد الآن من أخبار تعقيبا على ما قرار المحكمة الاتحادية فإن المعترضين سيكونون هم ميليشيات الحشد الشعبي المنضوية في ائتلاف الفتح، نعم، وائتلاف سائرون التابعة لمقتدى الصدر والحزب الشيوعي، وأيضا الأحزاب الكردية التي اتضح تزويرها للاقتراع في مناطق شمال العراق وخاصة في كركوك وما حولها. يقول البعض أن قرار المحكمة الاتحادية سيفتح الباب أمام سيناريوهات ربما تكون مجهولة، برأيكم كيف سينعكس هذا القرار على واقع ما يسمى العملية السياسية؟ أنا قلت ابتداء أن أهمية هذا القرار بالنسبة لنا كمناهضين للعملية السياسية، أولا أنه يفضح التزوير الذي حصل ويقر حتى بالقضاء المطعون في كثير من ممارساته وكثير من قراراته ليطعن بشرعية هذه الانتخابات ونتائجها، وأيضا هو يفتح الباب على صراع سياسي غير يعني محسوب ربما بين أطراف العملية السياسية. وهذا الصراع يعني ليس بالضرورة أن يكون سياسيا نحن فقط أو إعلاميا، وإنما نحن نعلم جيدا أن الفرقاء المشتركين في العملية السياسية الاحتلالية في العراق يصفون حساباتهم بالدماء وبالتفجيرات الإرهابية وبقتل الأبرياء وبفرض مزيد من التعقيد على حياة الشعب في العراق. رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.